الواقع ديالي حطيت السلعه ديالي، عندي 4 دولات كنخدم عليهم، جيت نترزق الله علاش هاد القايد كيخلي السلعه كلها وكيجي لعندي بدات هذه ثاني مره. انا ما فهمتش علاش. شنو وقع لك معاه؟ شنو وقع؟ وقع لي جا انا كنجمع السلعه وقلب لي السلعه ديالي كامل. شنو الخضره؟ شنو الخضره كانت عندك؟ شنو كان عندك؟ شنو قلب لك بالضبط؟ قلب لي 3 صنادق طماطيشه وواحد القرعه ب 100 درهم باش مخلصه. ما تعرفتيش شي اعتداء ولا شي حاجه من انا ما كنسعاش. ما تعرفتيش شي اعتداء ولا شي حاجه؟ لا لا ما اداني ما قرا وما عندوش الحق يحط يدو عليا. شحال هذه وانت كتبيع في السوق؟ شحال هذه وانت كتبيع على سلعتي؟ شوف شحال هذه وانت كتبيع في السوق؟ انا هما كيعرفوني من قديم. من قديم علاش انا عايشه هاد الحاله؟ علاش يشوفني انا ما حد باش كنطلب كنطلب انا حقي يعطيني محل نستقر فيه. علاش فيه ما نحط السلعه انا يجي يقلبها لي؟ واش دخلت انت في شي جمعيه؟ ما عنديش جمعيه، عندي 4 اللي كان ما عنديش جمعيه. علاش ما تنظموا وتدخلوا يكون عندكم التنظيم ديالكم باش يدافع عليكم كامل؟ بغينا نظام. انتما كتساهموا في هذه الفوضى حيت عندكم بزاف الجمعيات. مع تحاور السلطه مع من انت في النظر ديالك مع من غادي تحاول معك؟ تعرف القانون ديالها شنو هو؟ السلطه ما عندهاش القانون. علاش حنا نحتاج ضروري من الجمعيه؟ السلطه مهما كتهز البياع الشراي وتلوح له سلعته خصها تعرفوا فيها تحطوه، ماشي غتلوح له سلعته تضيعه ويمشي بحال هو يتقرقش.